نبقى في الأسواق العالمية، ولكن إلى البيتكوين التي ارتفعت طبعا عقب تعرض دونالد ترامب لهذه المحاولة، محاولة الاغتيال. لاحظوا أين هي القفزة بشكل رئيسي بعد زيادة احتمالية فوز ترامب كما نراها باللون الأبيض، وكيف هو أداء بيتكوين الذي سجل أيضا ارتفاعا متزامنا. لماذا؟ طبعا لأنه دونالد ترامب من الأشخاص الداعمين للعملات المشفرة، وكان قد أدلى بذلك في أكثر من مناسبة، وبالتالي إذا ما فاز في هذه الانتخابات، انتخابات الرئاسة، من الممكن أن يكون ذلك له تأثير إيجابي على جاذبية هذه العملات، لأنه ربما يكون هناك قوانين تدعم هذه العملات المشفرة في الفترة القادمة، ولذلك رأينا هذه الارتفاعات على البيتكوين. إذن ماذا لنتحدث أكثر عن احتمالية فوز ترامب بالانتخابات، ينضم إلينا زميل محمد عادل المحلل المالي في اقتصاد الشرق ليحدثنا عن تأثير ذلك أيضا على الأصول المختلفة. شكرا نور. احتمالية فوز دونالد ترامب بالانتخابات ارتفعت بالأمس بعد الحادث الذي سمعنا عنه، حادث التعرض للمرشح المحتمل، وبدأت تصعد معها البيتكوين. لماذا صعدت مع البيتكوين؟ لأن الفترة الماضية سمعنا عن تبني المرشح للعملات المشفرة وعلى سبيل أو على وبالأخص بيتكوين، وبالتالي كان هو نوع من أنواع الزخم للبيتكوين، خاصة وأنها خلال الفترة الماضية فقدت الزخم أو فقدت العامل الأساسي المحرك لها. خلال الفترة أو خلال العامين الماضيين كان إيلون ماسك هو داعم بشكل كبير وكان محرك بشكل أكبر للعملة، لكن بدأ يعني تدريجيا يفقد هذا الزخم ويفقد تأثيره على العملة، وبدأت تتأثر بعوامل أخرى، وبالتالي علق المراهنون والمستثمرون بشكل كبير آمالهم على فوز دونالد ترامب لارتفاع العملة مرة أخرى، خاصة مع الانخفاضات وموجة الهبوط التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة. باللون الأبيض، هي نسبة فوز دونالد ترامب للانتخابات الأمريكية وصلت إلى 65%، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة. يعني هو كما هو واضح في اللون الأبيض ارتفعت من مستوى كانت تقريبا يعني دون 60%، ارتفعت ل 65%، خاصة بعد الحادث الأخير، وبالتالي عززت فرص فوزه بالانتخابات، وهو ما دفع العملات المشفرة وبيتكوين إلى الارتفاع وملامسة مستوى 60,000 دولار مرة أخرى. لكن على الجانب الآخر، صناديق الاستثمار المتداولة على البيتكوين خلال الأسبوع الماضي عندما انخفضت البيتكوين لأدنى مستوى من فبراير وكسرت مستويات هامة، شهدت تدفقات قوية. هو واضح باللون البرتقالي في آخر يعني في آخر عمود واضح أمامنا أن صافي التدفقات للبيتكوين كانت صافي شرائية أكثر من 900 مليون دولار، تقريبا تقترب من المليار دولار، وهو أعلى تدفق أو صافي تدفقات من شهر مايو، يعني يشير إلى أن كانت فرصة جيدة وأنها مستويات يعتبرها البعض أو تعتبرها حتى المستثمرون المؤسسيون يعتبروها هي مستويات دعم ومستويات فرص اقتناء رئيسية خلال الأسبوع الماضي، عندما وصل إلى مستويات كانت دون أو كانت تلمس 55,000 دولار. لكن بشكل عام مع هذه التدفقات ومع ارتفاع ومع الأخبار التي بدأنا نسمع عنها يعني حول المرشح دونالد ترامب وغيرها من العوامل الأخرى، الفترة المقبلة ستكون هي محورية للبيتكوين والعملات المشفرة بشكل كبير، خاصة في الرسم البياني التالي نستعرض فنيا بعد يعني أن عاد مرة أخرى لملامسة المستوى 60,000 دولار كما هو واضح في الرسم البياني. حاول خلال الموجة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي أن يكسر مستوى 55,000 دولار، لكن كان هذا المستوى هو مستوى مقاومة أو مستوى دعم عفوا أساسي على المدى القصير، ارتد من هذه المستويات لكن ارتفع ووجد مستوى مقاومة عند المستوى 60,000 دولار أو على أو كما نقول عند تلاقي مع المتوسط المتحرك لمئتين يوم، وهو الأساسي وهو المستوى الذي سيحدد بشكل كبير اتجاه البيتكوين خلال الفترة المقبلة. وبالتالي بدأ يتراجع من هذه المستويات في تعاملاته اليوم، عندما وصل إلى مستوى 60,000 أو ارتفع عند هذه المستويات بدأ يتباطأ ويتراجع من هذه المستويات. إذن الفترة المقبلة نور يعني من الواضح أن مستوى 60,000 هو مستوى اختبار حقيقي سيحدد بشكل كبير اتجاه العملة، هل ستنخفض دون هذه المستويات وسيكون تداولها دون هذا المستوى، أم ستخترق هذا المستوى وتصل إلى مستوى 63,000 دولار على المدى القصير.
هذا طبعا ما سنبقى في مراقبته وسنحاول أن نسأل ضيفنا عنه. شكرا لك محمد عادل، المحلل المالي لاقتصاد الشرق دائما. نستكمل الحديث عن العملات المشفرة من باكو. ينضم إلينا سيد طوران المامادوف، الرئيس التنفيذي لمنصة الأصول الرقمية صرافي. أهلا بك معنا في البرنامج سيد طوران. احتمالية فوز ترامب كانت مرتفعة أساسا، يعني لم يكن لهذا الحادث أن يحصل حتى ترتفع هذه الاحتمالية، هي أساسا احتمالية مرتفعة، وخصوصا بعد المناظرة الأولى بينه وبين بايدن. ولكن رغم ذلك كانت بيتكوين تتراجع، وهو طبعا كان قد أدلى في مناسبات عديدة دعمه للعملات المشفرة. لماذا لم ترتفع حينها وارتفعت اليوم برأيك؟ طاب يومكم مجددا. من الواضح أننا يجب أن نذكر مجموعة من الأمور. أولا، في الأسابيع الماضية الأسواق كانت في حالة رعب بسبب بيع الحكومة الألمانية للكثير من البيتكوينات. حصل تراجع واختبار للدعم عند 52 ألف دولار، والرعب انتهى يوم الجمعة، والسوق عادت إلى تقديم أداء أفضل لأن الحكومة الألمانية باعت كل البيتكوينات التي لديها. ومن المهم أن نذكر أن الناس في وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يسمون ترامب رئيس العملات المشفرة، وهناك رمز هو ماغا شعار ترامب. وبعد محاولة الاغتيال، الكثير من الناس ممن يتداولون بالعملات المشفرة يعتقدون أن ترامب سيفوز بالرئاسة، وهذا يعني أن رئيسا أمريكيا داعما للعملات المشفرة سيقود البلاد. لذلك رأينا ارتفاعا كبيرا في قيمة بيتكوين، وبيتكوين تحاول كسر حاجز 59 ألف دولار والإغلاق فوقه. وإذا استمرت هذه المعنويات فإن السوق الصاعدة ستبدأ ربما في سبتمبر أو في وقت أبكر، وهذا السوق أو هذه السوق الصاعدة ستشمل بيتكوين والعملات المشفرة البديلة أيضا. سيد طوران، عندما تقول إنه السوق الصاعدة ستبدأ في سبتمبر أو ربما أقرب أو أبكر من ذلك، لماذا لا تبدأ الآن السوق الصاعدة؟ يعني هل يجب أن تتحرك البيتكوين ضمن نطاق عرضي؟ هل يجب أن يحصل نوعا من تجميع أو consolidation قبل أن تكون هناك قوة، يعني قوة دعم أساسية تأخذ العملة المشفرة البيتكوين إلى الصعود؟ حاليا كمؤسسة نعتقد أن مستوى 48 ألف إلى 55 ألف بوصف نطاق دفاعي في سوق بيتكوين عموما. الخوف الأكبر في السوق يتعلق بالتشريعات، وهيئة الأوراق المالية SEC في أمريكا تغير رأيها كل أسبوع، وبسبب هذا الخوف الأكبر، وبما أن ترامب يمثل بارقة أمل للسوق والمتداولين بالعملات المشفرة، واليوم نحن واثقون أكثر من الأمس أن ترامب سيكون الرئيس التالي، لذلك السوق الصاعدة يمكن أن تبدأ في وقت أبكر مما كان متوقعا، لأن فوز ترامب برئاسة أمريكا هذا الأمر يغير قواعد اللعبة بأكملها في سوق العملات المشفرة. هذا يعني المزيد من التشريعات الداعمة للعملات المشفرة والمزيد من الموافقات على صناديق المؤشرات المتداولة ETF والأصول الرقمية، ومن يتعاملون بالأصول الرقمية في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم سيشعرون بحرية أكبر. لذلك ترامب بارقة أمل للسوق بأكملها، وعندما يكون الأمل موجودا في السوق هذا يعني أن الأسعار لها اتجاه واحد، أي الصعود. طيب، ماذا عن العملات المشفرة الأخرى؟ مثلا بيتكوين كاش، XRP، لايتكوين كما نراها على هذه اللوحة، كلها على تراجع، وهي أساسا على تراجع في الفترة الماضية. ما المطلوب للعملات المشفرة بعيدا عن الإيثر والبيتكوين للصعود الآن؟ هل وجود شخص مثل ترامب لا يدعم هذه العملات؟ هذه نقطة
حتمية، ولكن من جهة أخرى يجب أن نفهم كيف تعمل دورات العملات البديلة أو الألت كوينز. فعندما نريد أن نفهم كيف تصعد العملات الأخرى يجب أن ندقق بيتكوين دوميننس شارت أو الرسم البياني لهيمنة بيتكوين. هذا الرسم البياني حاليا في حالة مقاومة، ونحن نعتقد أن هيمنة بيتكوين وكما حصل في الدورات الأربع والخمس السابقة سيبدأ بالهبوط. وإذا ظلت أسعار بيتكوين ثابتة وتراجع المامادوف، أنا أشكرك جزيل الشكر، أنت الرئيس التنفيذي لمنصة الأصول الرقمية صرافي على مشاركتك معنا اليوم، عفوا على المقاطعة ولكن انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك.